دلمار واليوم باش نحكيو على types of gamers اللي باش تلقاو في تونس. بيان سور نحنا حتى معناها في الجيمينغ ما معنا حتى شيء كيما الناس البر وخير هو سورتو في الجيمينغ عندنا types معناها اوكي هذيك علاش انا باش نعمل فيديو هذايا باش نقول لكم على اكثر types انا يعرضوني في حياتي معناها ان طونكو جيمر. تاع الجيمر واللي فورسيمون باش تلقى روحك عندك منه في حياتك ذا هارد كور جيمر. الشخص هذا يعمل كل شيء قدام بي سي، ياكل قدام بي سي، يشرب قدام بي سي، يرقد على البي سي، يرقد على البي سي، والله يرقد على البي سي مالاي نعرف شكون يرقد على البي سي. السيتواسيون الوحيده اللي الشخص هذا باش يقوم بالبي سي هو كي تبدا فما ميزاجور، كي تبدا فما ميزاجور وقتها سبحان الله كل شيء وقتها يولي باش يعمل يدوش وقتها، يدخل التواليت وقتها، يسقي الجرده وقتها، يمشي كل شيء عن وقت يمشي سفر وقتها زادا. المهم البي سي محلول، كان البي سي مش محلول العبد هذايا ما نجمش يعيش. فما تايب اخر نلقاو برشا منه في تونس واللي هو ذا تشيتر. الموتيفاسيون تاع العبد هذا من الجو الكل معناها مش باش يلعب، هو ماهوش جاي باش يلعب، هو جاي باش يكسر والدين ام بوك رايم جو اللي انت تلعب فيه. كيفاش؟ عنده برشا طرق معناها عنده طرق متعدده ويصففهم قدامه ظهر لي انا معناها كي بدا يلعب يصففهم قدام كل مره يبدا يجرب طريق. التايب هذا بدا يلوجك على فايف الجو نتاعك، هاو بيرسوناج واحد في باب، هاو ماب مسكرة يحللها والديها، يلقالك حاجة سافا با في الجو نتاعك معناها حتى كاين الجو الكل سافا. سبحان الله في تونس يخلقلك الغلبة الكل، هو كي يلقى الباب العالم الكل يسمع معناها الكل يسمع العالم الكل لازم يسمع، يحط سكرين شوت على الفيسبوك ويهبط ستاتيو على تويتر ستوري في سناب شات. المهم معناها الناس كل تسمع، هو عمل انجاز. شفت انت 3 سنين ما تعمل في الجو، هو باش يجي في درجه يرحلهولك الجو هذاك سايي معناها كاين انت ما عملت شيء. الطيب الثالث اللي باش نحكيو عليه توا سبحان الله معناها حكايه ما تصيرش معناها تصير كان في تونس. الطيب هذا اسمه ذا كامبر. شنو يعمل الانسان هذا؟ الانسان هذا يدخل معاك في طرح بعد شي يعمل طول ما كل واحد شد لين نتاعو، هو ما عندوش لين علاش؟ خاطر هو عنده تكتيك ياسر برو، يقعد في الحشيش غير تكسير راس، يقعد في الحشيش ولا متخبي ولا حاجه، المهم متخبي. 2 hours later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. هو راهو انت ما تراهوش، انت ما تراهوش في الطرح، ام هو موجود، هو موجود، المشكله منك انت. وكي تسالوا انت علاش ديما متخبي في الحشيش، جاوبك اكا الجمله الشهيره اللي معناها جيمرز الكل قالوها، هذيك فازا نتاع برويت صاحبي. برويت ويلديك كي مشيت خدمت وارد في اللور كان خير خويا. اخر تايب واللي هو في اي جيم مش تلقاه معناها من غير ما تكسر راسك هو ذا ريجر. احنا عندنا برشا ريجرز في تونس وكل واحد عنده سبب نتاعو، اكثر سبب هو الكونيكسيون في تونس، حاجه ما فهموهاش الناس البرا عندنا كونيكسيون. ريجر الشخص هذا ديما منرفز، عمره ما يقول لك علاش، معناه هو ديما ما يعطيكش تفسير علاش هو منرفز، هو كي يبدا داخل معاك الطرح يبدا منرفز. الشخص هذا ما عندوش زهر في حياته وانت زاده ما عندكش زهر في حياتك كان تحت معاه فرد الطرح على خاطر هاوش يصير. وما الكونيكسيون الو 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 دبل كيل تريبل كيل Rage quit. How could this happen to me? I made my mistakes. Got nowhere to run. The night goes on. Bon, sur ce, vous faites la vidéo. Oh là là. Oh, j'espère que vous avez un peu de com. Le casque, là, on va te casser, je vais te casser, non, bravo. Barche flash. بون ان شاء الله الفيديو عجبتكم وكان عندكم صحابكم هكا معناها ريجرز ولا تشيترز ولا whatever موجود في الفيديو ذا تاجيوهم وشير ذا فيديو لايك وسبسكرايب واللي يعملوه الناس الكل and see you guys later bye